قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد من عندنا. وياريت اللي ما سمعش الأجزاء اللي فاتت من المسلسل ده يروح يسمعها من القناة، أو هتلاقي اللينك بتاعهم موجود في أول تعليق وكمان في الوصف الموجود تحت الفيديو ده. آخر حاجة احنا شفناها في الجزء اللي فات وهو إن ألدو أبو مايكل ولينك مات على إيد أليكس، فقرروا أولاده إن هم يكملوا اللي بدأوا أبوه ويوصلوا للشريط اللي بيفضح الرئيسة، ولكن الشريط مع سيرا فبيحاولوا إن هم يتواصلوا معاها، لكن بيوصل أليكس وبيثبتهم بالسلاح وما شفناش عمل فيهم إيه. وبس يا سيدي، بيبدأ الجزء الجديد من نفس النقطة دي، وأليكس مثبت مايكل ولينك، بيعمر سلاحه استعدادا لقتلهم، لكنه مش بيلحق لأن بتوصل عندهم دورية شرطة، مش بيقدر أليكس يقتلهم وبينزل سلاحه وبيروحوا كلهم للقسم، ويحبسوا هناك مايكل ولينك على ما يجهزوا لنقلهم تاني للسجن. أخبار القبض عليهم في الوقت ده بتنتشر في كل حتة، فبيشوفها كيم وبيتجنن جدا وبيكلم أليكس وبيهدده إنه هيقتل ابنه لو ما قتلش الاتنين دول. في نفس الوقت ده بيعرف بول برضه أخبار القبض على مايكل ولينك، فبيستغل الفرصة عشان يرجع لشغله مع الشركة، وبيتصل بكيم وبيعرفه إن في ضابط من فريق نقل مايكل ولينك من رجالته ويقدر عادي جدا بسهولة يقتلهم. وقتها بيرفض كيم إن هو ياخد منه أي مساعدة، وبيكون حاليا قاعد جنب شخص كده غريب بنعرف كده إنه رئيس الشركة، والشخص ده بيكتب لكيم حاليا على ورقة استخدم بول. بيتصل كيم ببول وبيعرفه إنه موافق إن هو يعمل له المهمة دي، وفي المقابل كمان هيرجعه تاني للشغل. بعد ما بيقفل كيم مع بول بيتصل بأليكس وبيطلب منه يقتل بول، بعد ما بول على طول يقتل مايكل ولينك. المهم بعد شوية بينطلقوا عربيات الشرطة لنقل مايكل ولينك للسجن، بس في سكتهم بيوقفوا في نفق كده بسبب ان في عربية سد الطريق، فالحراس بتوع العربية في الوقت ده بينزلوا بس بينسوا مفتاح الكلبشات وباب العربية مفتوح، وبيبلعوا مايكل ولينك الطعم وبيفكوا الكلبشات وبيشوفوا باب في النفق فبيقرروا ان هم يهربوا منه. بس يا سيدي بيفضلوا يجروا وسط الانفاق وأليكس وراهم وعمال يطاردهم لغاية ما بتحصل حاجة غريبة. أليكس بيقدر يوصل لهم وبيثبتهم، فهوب بيوصل بول وبدون مقدمات بيضرب أليكس طلقة فبيقع سايح في دمه. وقتها بيستغربوا مايكل ولينك فبيقول لهم بول أنا اشتغلت عند الرئيسة والشركة لكنهم بتخلوا عني وأنا عايز انتقم زيكم، فلو عايزين تنتقموا تعالوا ورايا. فأنا بيمشوا معاه وبيهربوا وهقول لك راحوا فين، بس مش دلوقتي لأن دلوقتي هنروح لبيليك، لأن بيليك بيتحاكم حاليا بجريمة قتل جيري اللي لبسها له تي باج الجزء اللي فات. القضية بقى يا سيدي بتحكم عليه ب 25 سنة سجن. طبعا بيليك بيتصدم جدا وبيطلب على طول من المحامي كمان ان هو يخلي سجنه في فوكس ريفر لان كل الضباط هناك صحابه واكيد هيعاملوه كويس، بس للاسف خططه كلها بتفشل في اللحظه اللي بيوصل فيها للسجن، ان بيجي له ضابط كده اسمه لو فبيساله بيليك هتحبس فين، لاني عايز اتحبس بعيد خالص عن الجناح العام اللي فيه اخطر المجرمين واللي كلهم اكيد مغلولين مني لما كنت ضابط زمان. بس لو بيعرفه انه هيتسجن في السجن العام لان رئيس السجن الجديد بعد هروب مايكل واللي معاه زمان بقى حاسم جدا وعايز يعمل من بيليك عبره لانه كان سبب في هروب المساجين. بيليك هوب بيتصدم وبيتحبس في السجن العام وبيحس ان الايام الجايه هتكون صعبه عليه. وفي مكان تاني بنشوف تي باج ماشي ومركب ايد خشب كده سرقها الزباله من راجل غلبان ايده مقطوعه. المهم يعني انه بيروح مكتب البريد وبيتعرف على ست كده هناك اسمها دينيس، وسبب مش مفهوم بتقع دينيس في حبه على سبب ايه والله ما اعرف. وبعد فتره كده بيحس انه قرب منها بشكل كافي فبيطلب منها ان هي تبحث له عن عنوان خطيبته القديم، فبتاخده دينيس للشغل وبتبحث له عن عنوان خطيبته سوزي وبتديله العنوان، بس المشكله انها بتشوف صوره ليه متعلقه وانه مطلوب للعداله فبتترعب. وقتها قال لها تي باك كنت اتمنى ما تعرفيش حياتي، وبيخلص عليها وبيهرب. بعد فتره بيوصل لبيت سوزي وهو ما بتفتح له الباب وبتشوفه بتترعب جدا وبتعرف انه جاي ينتقم انها كانت سبب في حبسه، لكن تي باك بيكون جاي لا ينتقم ولا اي حاجه بل بيتكلم حاليا مع سوزي وبيقول لها انا بحبك خليني ننسى الماضي، فبتاخده سوزي على قد عقله وبتوافق، وفي نفس الوقت بتحاول تجيب مسدس مخبيه لكن تي باك بيكون هيشوفها فبتسيبه وبتقعد معاه. وبعد شويه بيوصلوا جريسي وزاك ولاد سوزي وبيتعامل معاهم تي باك عادي خالص وبيقعدوا كمان يتفرجوا على التلفزيون، لكن سوزي بتقوم تجيب المسدس فتي باك بيشوفها وبيطلع المسدس وبيعرفها انه كان جاي ناوي خير لكن هي اللي هتجبره يتعامل معاها بقسوه. وقتها صديقي هوب الخناقه بتتطور بينهم وصوتهم بيعلى فبيسمعهم زاك ابن سوزي وبيجي يضرب تي باك، لكن تي باك مش بتحصل له اي حاجه وبسهوله بيقدر يسيطر على الكل وبيربطهم وبيجيب خشب كده وبيسد الباب عشان محدش يخرج ولا يدخل نهائيا. بعد كده هدي وقال لهم انتوا بقى من دلوقتي هتبقوا عيلتي غصب عنكم. طبعا اكيد مش محتاج اقول لك ان العيله كلها كان باين عليها الرعب المش طبيعي انهم عارفين ان حياتهم هتتحول من دلوقتي لمأساة. وعلى ذكر المأساة صح، فبيليك وفي اول يوم ليه في ساحه السجن بيجي له واحد من المساجين وبيفضل يرخم عليه ويعرفه ان كل يوم من هنا ورايح بعد الغداء لازم بيليك غصب عنه يجيب له الشوكولاته اللي بتتقدم دايما مع الاكل والا هيزعله، فبيخاف بيليك وفعلا بيجيب له بعد الغداء تاني يوم الشوكولاته، لكن المسجون بعد ما بياخد منه الشوكولاته دي بيطلب منه يجيب تاني دلوقتي حالا، فبيتعصب بيليك وبينزل في ضرب بس بيجوا الحراس وبيوقفوه.
بعد شويه بيجي البلك ظابط كده كان زميله وبيعرفه ان المساجين هيقدموه النهارده بالليل وبيطلب منه ياخد باله لانهم عايزين يقتلوه وبيسيبوه بيمشي. بيفضل بلك مرعوب ومش عارف يعمل ايه. على الناحيه الثانيه عند مايكل ولينك فبياخدهم بول في عربيه كده وبيهرب من المكان. وقتها سالوا مايكل انت مين وبتهربنا ليه؟ فبيعرفوا بول انه كان شغال مع الرئيسه والشركه لكنهم باعوه حاليا فبينتقم منهم. في الوقت ده لما لينك بيسمع صوت بول كتير بيفتكر انه ده نفس الراجل اللي قبل كده لما خرج من السجن جه وحاول يقتله. فبمجرد ما بيفتكر بينزل في ضرب وبيجبره يقف وبياخد منه السلاح وبيهدده انه هيقتله. لكن بول بيعرفه انه عمل حاجات كتير جدا وحش زمان لكنها ما كانتش بمزاجه ودلوقتي هو الحل الوحيد لنجاه الكل. فبيسالوه ازاي؟ فبيعرفهم بول انه عادي جدا يقدر يوصلهم لستيدمان اخو الرئيس. وهنا بقى بيقرروا ان هم يسمعوا كلامه ويمشوا معاه. فبياخدهم بول لطياره وبيركبوها عشان يروحوا مونتانا عند ستيدمان. فعلى ما يوصلوا بقى بنرجع على اليكس واللي بيلاقيه واحد من الضباط سايح في دمه فبينقله المستشفى. وهو ما بيفوق بيجيله واحد تبع الشركه وبيخليه يكلم كيم. فبيعرف اليكس كيم كل اللي حصل فطبعا بيتجنن وبيكون خايف من بول لانه يعرف اثره. بعدها بيطلب عميل الشركه من اليكس ان هو يخرج يدور على بول ويقتله هو ومايكل ولينك. بس اليكس بيرفض بيسيبه العميل من سكات وبيمشي. وبعد شويه بتيجي مكالمه لاليكس وبيعرف منها ان ابنه خبطته عربيه واتنقل المستشفى. طبعا بيزعل جدا وبيعرف كده ان الشركه هم اللي اكيد عملوا كده لكنه مش بيهتم وبيخرج من المستشفى عشان يروح يشوف ابنه. وقتها قابل عميل الشركه وقال له هتنفذ اوامرنا ولا المره الجايه نقتل ابنك. وهنا بيتاكد اليكس ان الشركه هي اللي عملت كده. وفي الليل بنلاقي اليكس على فكره في عربيه وبيكلم كيم وبيعرفه انه هيكمل الشغل وهيقتل مايكل ولينك. لكن تعرف بعدها بيفتح اليكس شنطه العربيه فبنكتشف انه قتل العميل اللي كان قبله عند المستشفى وواضح انه هيسرق الشركه. اما مايكل ولينك وبول فبيوصلوا حاليا مونتانا وبيروحوا لقصر ستيدمان واللي كان بالمناسبه حاليا بيهرب من القصر مع عملاء الشركه. لكن بول ومايكل ولينك بيقتلوا العملاء دول وبياخدوا ستيدمان وبيروحوا يستخبوا في فندق. وقتها قال لهم بول ان ستيدمان لما اذاعوا موته عملوا له عمليات كتير وغيروا الحمض النووي بتاعه بحيث لو اتقفش ما يتعرفش ان ده ستيدمان. وبناء عليه بيعرفهم بول انهم ما ينفعوش يعلنوا دلوقتي ان ستيدمان معاهم لان ما حدش هيصدقهم، ولكن الحل الوحيد انهم يروحوا لكارولين ويهددوها بستيدمان. بس مايكل طبعا مش بيكون مقتنع بالكلام ده وبيتصل بالصحافه وبيعرفهم مكانه وبيطلب منهم يجوا حالا ومعاهم الشرطه لان هو واخوه ستيدمان هيسلموا نفسهم. ورغم ان بول مش بيكون موافق نهائيا الا انه بيرضى وخلاص وبيقعدوا كلهم يستنوا الصحافه. كان ستيدمان بيخاف لانه بكده ممكن يتحبس وفي لحظه جنان بيقتل نفسه والكل بيتصدموا، بس ده مش وقته فبيقولهم على طول بول يلا نهرب. ولسه هيهربوا الشرطه والتلفزيون بيوصلوا وبيحاصروا المكان. فمايكل بيقول لهم انا عندي خطه وبيعرف لهم. وبعد شويه بنلاقي بول خرج مع لينك ومايكل من الباب الامامي قدام الناس وبيعمل نفسه بول ان هو ضابط فيدرالي ومحتجز الناس دي كلها. وفي نفس اللحظه دي بيمسكوا مصور من ضمن المصورين وبيثبتوه وبياخدوا بسرعه وبيهربوا. انهم في النص بيسمعوا في الاخبار ان رئيسه كارولين هتعمل مؤتمر في مدينه دنفر. وهنا بتيجي فكره حلوه لمايكل وبيطلب من لينك يوقف العربيه. فبيوقفها فعلا وبيدخل المخزن كده مهجور. وفي المخزن بيقعدوا الصحفي في مكان. بعدها بيفضلوا الثلاثه يتكلموا ويخططوا. وبعد شويه بيخلصوا تخطيط وبيجوا للمصور وبيطلبوا منه يصور فيديو معين كده وبعدها هيمشي من السكان. فبيوافق. وبعد فتره فعلا بيتحرر المصور وبيروح على القناه بتاعته وبيدي رئيسه القناه فيديو تذيعه. فبتذيع الفيديو فعلا واللي بيظهروا فيه مايكل ولينك وبيقولوا حاجات كتير جدا. اولا بيفضحوا الشركه وبيعرفوا الناس ان في مجموعه مستثمرين بيسيطروا على امريكا كلها وهدفهم يسيطروا على العالم. وفي سبيل ده اجرموا وقتلوا كتير ولفقوا كمان تهمه ظلم للينك. لكنهم مش هيسكتوا غير لما يفضحوا الشركه قريب. بعد ما بيخلص مايكل كلام عن الشركه بيواجه كمان كلام لسيرا وبيقول لها انا ماليش وش اطلب منك فرصه تانية لكني عارف انك قد الصعاب وهتلاقي الملاذ الامن في يوم من الايام. ملحوظه الجمله دي انت ممكن تشوفها جمله عاديه لكن سيرا بتفهم غرض مايكل كويس جدا وبتفهم ان دي شفره فبتفضل تشتغل على فكها. لكن الفيديو ده مش بس سيرا هي اللي شافته ولكن العالم كله بما فيهم اليكس واللي بيشوف الفيديو حاليا في مكتبه وبيفضل يحلل بس مش بيوصل برضه لاي حاجه. فبيطلب من رجالته يحققوا مع المصور نفسه. فبيروح ظابط كده يحقق معاه فبيعرفوا مصور انه ما سمعش لما كان مربوط هناك غير انهم بس هيسافروا لمكان بعيد تقريبا بعده هنا عن المكان اللي كانوا فيه 450 ميل. المعلومه دي بعد شويه بتوصل لاليكس فبيشتغل عليها اكتر بيلاقي ان في مجموعه مدن كده يبعدوا عن المكان اللي الكل كانوا فيه ب 450 ميل. من ضمن المدن دي هي مدينه دنفر اللي كارولين هتعمل فيها المؤتمر. وقتها بيتصل اليكس في كيم وبيعرفوا المعلومات دي وبشويه تفكير كده بيفهموا ان مايكل ولينك وبول رايحين لدنفر يستهدفوا الرئيس. فبيقرروا الكل ان هم يسيبوهم يروحوا هناك ويقبضوا عليهم هناك متلبسين. بس ويلر مساعد اليكس بيعترض وبيعرف اليكس انه كده بيعرض حياه الرئيس الخطر.
لكن أليكس مش بيفرق معاه نهائيا وبيعرف ويلر انه هيعمل اللي في دماغه ومش بيستنى رد من ويلر اصلا وبيطرده بعدها بيكمل شغل. بس في المجمل مش بيوصل لاي حاجه تاني لان مايكل حرفيا مش بيروح على هناك. وقتها بيفهم أليكس ان مايكل كان بيتوههم والغرض من اللي بيعمله ده انه مش يوصل للرئيسه ولكن يوصل لسيرا. وهو توقع كده دلوقتي لانه افتكر ان مايكل قدم اعتذار لسيرا على التلفزيون بدون اي سبب، فبيفهم انه كده كان بيوصل رساله سريه لسيرا لكن مش بيقدر يفهم كانت الرساله ايه، فبيروح لحد كده يعرف سيرا يمكن يقدر ان هو يفسر له رساله، والحد ده هو بيليك. بيروح له وبيكون بيليك حاليا في مستشفى السجن لان المساجين اتلموا عليه وضربوه ضرب كتير. المهم أليكس بيعرض عليه رساله مايكل لسيرا وبيساله فهمت حاجه، فبيقول له بيليك اه بس هقول لك بشرط وهو انك تنقلني من جناح السجن العام للسجن الاداري عشان ما تقتلش. فبيوقف أليكس وبالتالي بيعرفه بيليك ان الرساله دي عباره عن اسماء فصول موجوده في كتاب برنامج زماله المدمنين واللي كانت سيرا مشاركه فيه. وبيعرفوا ان سيرا كانت بتحضر زمان جلسات البرنامج بتاع العلاج من الادمان في مستشفى سانت لويس وبالتالي ممكن يكونوا هيتقابلوا هناك. وده بيكلم أليكس رجالته بسرعه عشان يحاصروا المستشفى فورا. وتعرف مايكل فعلا عند المستشفى لكن الشرطه لسه ما وصلتش ولا اي حاجه ولا حتى سيرا كمان وصلت. فبيفضل مايكل مستني هناك على امل ان سيرا تيجي لكنها مش بتيجي. فبيكون مايكل خلاص هيمشي بس بيسمع اداره المستشفى بيطلبوا من حد كده اسمه مايكل ان هو يجي يرد على مكالمه. فبيفهم على طول ان المكالمه دي من سيرا وبيدخل يتكلم. بيطلع فعلا سيرا لكن سيرا بتعرفه انها فهمت رسالته عادي جدا لكنها ما عرفتش تيجي عشان خاطر الشرطه محاوطه المكان. فبيعرفها مايكل بسرعه على موضوع الشريط وهنا بتقول له سيرا على مفتاح برضه بتاع ابوها وانها واثقه ان الشريط هيكون في المكان اللي بيفتحه المفتاح ده. فبيتفق معاها ان هم يتقابلوا في محطه القطر ويشوفوا هيعملوا ايه. في الاثناء دي يا صديقي بيكون بول واقف مع لينك قدام المستشفى بس بيجي له مكالمه من كارولين وبنكتشف ان بول بيحبها وهي بقى بتلعب على الواتر ده وبتعرفه انها بتحبه برضه وبتطلب منه حاليا يسلم مايكل ولينك وكل حاجه هترجع زي زمان. فبيفرح بول وبيقرر يسلم مايكل ولينك لكنه مش بيعمل اي حاجه اصلا حاليا وبيتحرك بس مع الكل عادي جدا عشان يقابلوا سيرا. بعد شويه بيوصلوا عند القطر وبتيجي سيرا فعلا فبيروح لها مايكل يتكلم معاها. وقتها بتوري له مفتاح وبتساله يعرف مفتاح زي ده ممكن يفتح ايه، لكنه مش بيعرف اي حاجه وبيقول لها انهم هيعرفوا قريب جدا وبيقول لها كمان ان في واحد بيشتغل معانا عايزك تقابليه. فعلا بتروح معاه وبتقابل بول واول ما بتشوفه بتتصدم جدا لانه كان هيقتلها زي ما شفنا. وبالتالي بتعرف كل ده لمايكل واللي بيتعصب على طول وبيفضل يخنق في بول. بيعتذر لهم بول وبيقول لهم ان دي كانت اوامر مش اكتر وبيعرفهم انهم محتاجينه دلوقتي فيسيبوه. لكن سيرا بتقول لمايكل لا مش محتاجينه احنا نعرف ده مفتاح ايه بالظبط وهنوصله لوحدنا. بس بول بيتدخل وبيعرفهم ان ده مفتاح خزنه في نادي سيجر اللي موجود في شيكاغو. في اللحظه دي الكل على طول هديوا وادركوا انه فعلا شويه مفيد وبالتالي بيسامحوه حاليا عشان يوصلهم للنادي وبيركبوا القطر لشيكاغو. اول ما بيركبوا بتفضل سيرا تفتكر كتير جدا بول اول ما كان بيعذبها فبتتعصب وبتجيب حبل وبتروح لبول وبتفضل تخنق فيه وبيكون خلاص هيموت. لكن لينك ومايكل بيوقفوه بس بول يا صديقي بيتعصب وبيهددها فمايكل بيوقفه وبياخد سيرا لمكان يتكلموا. وقتها بتيجي مكالمه لبول من كارولين وبيعرفها بول انهم حاليا موجودين في قطر ورايحين لشيكاغو. لكن الغريب بقى ان بعد شويه بيلاقوا كل القطر ان هو بدا يهدي بيبصوا قدامهم بيلاقوا الشرطه عامله زي حاجز كده. فبيتصدم بول انه بيفهم ان كارولين هي اللي بلغت لكن مش بيعمل اي حاجه حاليا وبسرعه بيروحوا كلهم لكابينه سواق القطر وبيجبروه يكسر الحاجز. فبيزود السرعه غصب عنه وبيدمر حاجز الشرطه. لكن مايكل بيكون عارف ان اكيد الشرطه هتعمل حاجز واثنين وثلاثه تاني فبيفضل يفكر يهرب منهم ازاي. وبعد شويه بيوصل لخطه كده وبيقول للكل يلا هنتحرك بيسيبوا كابينه السواق وبيمشوا. بعدها حد من عمال القطر بيكلم السواق وبيعرفوا ان الاربعه هينطوا من القطر فبيبلغ السواق على طول الشرطه على المكان اللي هينطوا فيه. وفعلا بنشوف الاربعه بينطوا وبيفضلوا يهربوا من الشرطه والشرطه تيجي وراهم لحد ما بتقدر الشرطه توقفهم. وهنا بتكون المفاجاه لان الاربعه اللي نطوا دول عمال في القطر. فبنرجع لورا وبنشوف ان مايكل خلى واحد من العمال يبلغ سواق القطر بالمكان اللي المفروض هينطوا فيه. بعدها بدلوا اللبس معاهم واجبروا الاربعه ينطوا من القطر ومايكل وبول ولينك وسيرا عادي جدا فضوا في القطر وهم حاليا بينزلوا شيكاغو ولكنهم عملوا حاجه. عامه بمجرد وصولهم بقى بيتصل بول بكارولين وبيقول لها انت اللي بعتت للشرطه صح؟ لكنها بتنكر. بس في الوقت ده بيبدا بول يفكر شويه وبيشك انها مش كارولين اصلا فبيسالها عن المكان اللي احتفلوا بيه زمان بعيد ميلادها ال 35 بس كارولين مش بتفتكر نهائيا مع ان المفروض انها تكون عارفه. فبيفهم بول ان دي مش كارولين وبيقول اللي بتتكلم معاه ايا كانت انت مين عرفي كيم ان اللي عمله ده مش هيعدي وبيقفل معاه. وبنشوف ان دي ما كانتش الرئيسه فعلا بل واحده من اللي شغالين مع كيم.
عامه بيوصل بول والباقي عند نادي السيجر وبيقرروا هناك مايكل وسيرا ان هم ينزلوا يجيبوا الشريط بنفسهم، وهنشوف عملوا ايه قدام. بس حاليا بنروح لالكس في مكتبه، واللي بيعرف من ويلر ان في بنت شافت هيو واير في مكان ما. وانت لو مش فاكر هيو واير صديقي فانت كده تقريبا ما اتفرجتش على ملخص الموسم الاول، لكن في المجمل يعني هو واحد من اللي هرب قبل كده من السجن بس حالته مختلفه شويه لانه مجنون. عامه اليكس بيقول لويلر يطلع الشرطه المحليه تقبض عليه، بس بيتكلموا كيم بعد شويه وبيقول له سمعت انك عرفت مكان هيو واير، فبياكد اليكس على معلوماته وقتها بيامره كيم ان هو يقتله. فبيستغرب اليكس شويه لان هيو واير اكيد مش هيضرهم يعني ما هو مجنون، بس كيم بيصر ان هيو واير لازم يموت لانه كان زميل زمان مايكل في الزنزانه فتره كده حلوه واكيد عارف منه اي حاجه. فبيضطر اليكس ان هو يسمع كلامه وبيقفل معاه، لكنه بيفتكر ان الشرطه هتروح تقبض عليه، فبيفضل يفكر ازاي ممكن يقتله والشرطه هناك لحد ما بيستقر على حاجه. وبيروح لبيلك في السجن وبيعرف بيلك انه يقدر يخرجه من السجن عادي جدا، ولكن بشرط هيشتغل معاه تحت هويه مزوره كعميل فيدرالي ويعمل اللي يقدر عليه عشان يوصل للهربانين، واللي يوصل له يحتجزه ويسلمه لاليكس على طول ومش الشرطه لاليكس. فطبعا بيوافق بيلك، ولعلم اليكس اختار بيلك اصلا لانه قدر عادي جدا قبل كده يوصل لمايكل ولينك وتيباج زي ما شفنا قبل كده، فطبعا اكيد هيفيده. متى بيخرج بيلك وبيلاقي عربيه مستنيه وفيها فلوس وهويه وكل حاجه. اول حاجه بيعملها انه بيروح للبنت اللي شافت هيو واير قبل كده وبيقدر منها يعرف مكانه. بيروح للمكان وبيلاقي هيو واير، والاول ما بيشوفه بيطلع يجري على طول، فبيجري بيلك وراه وهيو واير مش بيكون عارف يروح فين لحد ما بيلاقي قدامه طاحونه، فبيطلع على السلم بتاعها وبيقعد فوق على السطح. اما بيلك فبيكلم اليكس وبيعرفه انه حاليا محاصر هيو واير، فبيطلع اليكس على هناك. لكنه لما بيوصل بيلاقي ناس مملومين في المكان، اتعصب لانه كده مش هيعرف يقتله قدامه. بس رغم كده بيطلع الطاحونه وبيتكلم مع هيو واير، وفي مشهد صعب جدا بيستغل جنانه وبيقنعه ينط من فوق الطاحونه، وهيو واير لانه مجنون بيصدقه وبيرمي نفسه، فبيموت في مشهد حزين جدا وبيكونوا كل متضايقين بما فيهم بيلك واليكس. اما بعد ما بيخلص اليكس بيروح يتمشى عشان يهدى شويه، وبيتصل بابنه يطمن عليه لانه يعني لسه في المستشفى من وقت ما عمل حادثه. في المجمل بيطمن عليه وبيقفل، وبيتصل بالمساعدة بتاعته لانج وبيسألها عن التطورات، وبتعرفه ان سينوت اتشاف في مدينة كده مع بنته الصغيرة. وعرفنا كمان ان كيسي مرات سينوت اتقبض عليها وهو حاليا محتاس بالطفلة دي لانها مريضة. بعدها بتعرفه مستشفى قريبة كده للمكان اللي اخر مرة اتشاف فيه، وان اكيد سينوت هيروح على هناك عشان خاطر يعالج بنته، فبياخد العنوان على طول اليكس وبيتحرك على هناك. بمناسبة سينوت صح، فبيكون في المستشفى مع بنته حاليا وبيفضل يطلب من الدكتورة تعالجه، بس الدكتورة بترفض لان مش معاه اي تأمين صحي خالص، فبيضطر ان هو يمشي. بس قبل ما يخرج من المستشفى بيلاقي اليكس عنده، فبيهرب وبيفضل اليكس يجري وراه لحد ما بيلاقي سينوت اتوبيس فبيركبه، بس برضه بيجيله اليكس وبيطلب منه يسلم نفسه فبيرفض. وقتها اليكس كان هيضربه بالنار لكنه بيفتكر ابنه فبيرجع عن قراره وبيسيبه وبيهرب. اما سينوت فبياخد بنته المريضة وبيروح لمستشفى مجانية وبيقابل الدكتور اللي هناك وبيبدأ يكشف على بنته، بس للاسف بيكتشف ان عندها فشل كلوي ولازم تعمل غسيل كلى. وبيعرفه الدكتور كمان ان ادوات غسيل الكلى مش متوفره هنا في المستشفى، لكنه عادي جدا ممكن يعمل لها المطلوب بادوات بدائيه لكنها تتوجع. بيوافق سينوت غصب عنه وبيبدا الدكتور يعالجها، بس سينوت مش بيقدر يشوف بنته بتتوجع، فبيوقف الدكتور وبياخدها وبيمشي. في اللحظه دي فضل سينوت يفكر ويفكر لحد ما بيستقر في الاخر على فكره، وبيروح لكابينه التليفونات وبيكلم اليكس، يعرفه انه هيسلم نفسه ولكن يوعده انه هيخرج مراته وترعى بنته تاني من الاول، وقتها كمان هيقدر يوصله المايك. فيوافق جدا اليكس، وبعد شويه بيكونوا في المستشفى وبتعالج البنت وبيطمن سينوت عليها كويس جدا. وبيجيله اليكس وبيعرفه ان مراته خلاص خرجت من السجن وفي طريقها دلوقتي للمستشفى، فبيطمن سينوت اكتر واكتر وبيتحرك مع اليكس عشان يوصلوا لمايك. بمناسبه مايكل صح، فمايكل حاليا مع سيرا في نادي سيجر، بس رئيس النادي بيتعرف على سيرا فبياخدها مايكل بسرعه وبيهربوا وبيروحوا للينك وبول وبيبعدوا عن المكان. وقتها عرفوا مايكل انه هو في النادي ليه ورقه كده فيها اعضاء النادي ومنهم شخص هيساعدهم وهيجيب لهم اللي هم عايزينه. وفعلا مايكل ما بيكذبش خبر وبيروح مع سيرا للشخص ده، واللي بيطلع بوب مدير السجن القديم. اول ما بوب بيشوف مايكل بيتعفرت وبيكون عاوز يبلغ وبيرفض يسمع اي حاجه من مايكل او سيرا، لكن مايكل بيعرفه ان خزنه ابو سيرا في النادي هنا وفيها دليل براءته واللي ممكن عادي جدا تطلعهم كلهم براءة، وبيتفق معاه حاليا ان هم يروحوا يجيبوا الشريط ده ويسمعوا بنفسه، وقتها هيعرف انهم مش بيكذبوا عليه. فبيوافق بوب وبيروح مع مايكل وسيرا للنادي وبيركن مايكل بعيد وبيدخل لوحده. في اللحظه دي بنشوف ان لينك وبول برضه واقفين على سطح المبنى وبيراقبوا من بعيد. فبمجمل بيدخل بول للنادي وبيفتح خزنه ابو سيرا وبيلاقي هناك فلاشة، فبياخد بوب من واحد من النادي هناك لاب كده وبيسمع كل اللي على الفلاشه وبيعرف ان فعلا مايكل وسيرا معاهم حق. بيخرج لهم، لكن اول ما بيخرج بيلاقي كيم في وشه وبيطلب منه يجيب اللي خده من الخزنه،
لكن بوب بيرفض وهوب بيوصل مايكي بالعربية وبيشيل كيم وبيجوا لينك وبول وبيقتل بول حارس كيم أما لينك فبينزل في كيم ضرب بعدها بيركبوا كلهم العربية ما عدا بول بيسبوه والكل بيمشوا وبول لما بيلاقي نفسه كده بدون تفكير بيهرب على طول من المكان أما مايكل والباقي فبيروحوا عند بيت بوب وهناك بيديهم بوب الفلاشة فبيشكروه وبيسبوه وبيمشوا وعلى ناحية تانية بنشوف تي باج وهو في العربية حاليا مع سوزي وولادها وحاليا واخدهم رحلة ولكن مش أي رحلة لأنه بياخدهم لبيته القديم والبيت ده عبارة عن خرابة حرفيا لكن تي باج مش بيفرق معاه وغصب عنهم بيدخلهم البيت ومجرد ما بيدخل تي باج بيفضل يفتكر أبوه واللي كان زمان بيعذبه بشكل مش طبيعي وبالتالي حاليا بيكون متأثر لكن بتطلعه من مخيلاته حاليا سوزي لأنها بتفضل تتحايل عليه كتير جدا إن هو يسيبها هي وعيالها وقتها بياخد تي باج الأطفال وبيحجزهم كلهم في أوضة وبيقعد يتكلم مع سوزي على جنب وبيقول لها أنا أبويا كان بيعذبني وأنا صغير وعشان كده بقيت بالشكل ده لكن عايز أتغير أنا عايز أتجوزك وأربي عيالك صدقيني عمري ما هأذيكم بس إديني فرصة سوزي طبعا بتبكي وبتقول له مستحيل أقدر فبيتحول تي باج لشخص تاني خالص وبيحبسها مع عيالها وبيقعد يفكر يعمل إيه ويعمل إيه وبيفكر كتير جدا على فكرة إن هو يقتلهم لكنه بيرجع عن قراره بعد شويه بتوصل الشرطه وبتحرر سوزي واطفالها وبيعرفوها كمان ان في حد بلغ انهم محتجزين هنا وعشان كده قدروا يوصلوا لهم ومش بنفكر كتير يعني مين اللي عمل كده لان الحد ده هو تي باج وبيكون حاليا قاعد في مكان كده لوحده بيعيط لانه كان بيحبهم وبنعرف ان هو اللي اتصل بالشرطه لانه ما قدرش يقتلهم اصلا فجاب الشرطه تنقذهم من ايده لكن في المجمل لما بيخلص احزانه بيروح لدكتور نفسي كده وبنلاحظ ان الدكتور ده شبه تي باج بالملي وتي باج كان بيتابعه من مده طويله تي باج هنا اصلا دلوقتي ليه السبب ده انه بيمسك حديده وبينزل على دماغ الدكتور ده لحد ما بيقتله وبيقرر يتخفى بالهويه بتاعته ما انا بقول لك شبه بعض في الاثناء دي بيكون اليكس حاليا في مكتبه وبيعرف من المساعدين بتوعه ان سكري سافر للمكسيك واحنا فعلا كنا شفنا بالمناسبه لو تفتكر سكري في نهايه الفيديو اللي فات وهو راكب الطياره ورايح المكسيك اهو بنشوفه حاليا في المكسيك مع مراته وماري وبيروح لعمته وبيعيش معاها هو وماري لكن بنسيبهم حاليا وبنكمل مع أليكس واللي بيكون لسه في مكتبه وفجأة بيلاقي بيليك عنده فبيتعصب وبياخد بيليك وبيفضل يهزق فيه لأنه جاله لغاية هنا بس في المجمل بيعرفوا بيليك إن سكري في المكسيك وبيديله كمان ملف سكري عشان يقبض عليه بياخد بيليك الملف وبيروح لسجن فوكس ريفر وبيقابل هناك مانشي قريب سكري وبيعمل معاه صفقة وبيوعده إنه هينقله لسجن هادي أكتر من ده بكتير وفي المقابل يعرفوا سكري فين في المكسيك فلأن الصفقة مربحة فعلا بيوافق وبيقوله على مكان سكري في المكسيك بعد ما يعرف بيليك اللي عايزه بيقرر يسافر المكسيك وبمناسبة السفر صح بنشوف دلوقتي ان تي باج بيوصل للمطار وبيعمل نفسه ان هو الدكتور اللي قتله من شوية وبيحجز كمان تذكرة باسمه للمكسيك وبعد شوية بيكون بيليك في الطيارة اللي رايحة المكسيك وبنشوف انه على نفس الطيارة بتاع تي باج والاتنين مش بيشوفوا بعض نهائيا وبتطير الطيارة مع أليكس فبيكون مع سينوت حاليا وبيعرفوا سينوت ان مايكل قال لهم على موقع كده تواصل ممكن يتواصلوا بيه مع بعض وبتكون هي دي الطريقة اللي هيجيب بيها مايكل عادي جدا لغاية عنده لانه حاليا بيبعت له على الموقع انه فرطة ومحتاجه لكن مايكل مش هيرد عليه اكيد لانه مشغول وده لان بالمناسبة يعني مايكل حاليا في فندق مع لينك وسيرا وبيسمعوا سواء التسجيل اللي على الفلاش واللي مش بنعرف محتواه بالظبط لكن بيكون واضح جدا انه خطير لانهم على طول بيقرروا يستخدموه ضد كارولين بس عشان يعملوا حاجة زي دي محتاجين حد في منصب مهم جدا يساعدهم على استخدام التسجيل ده في المحكمة فعشان يوصلوا للشخص ده بيتصل لينك بإل جي ابنه ولو تفتكر فإل جي أصلا من الجزء اللي فات كان مع جين مساعدة ألدو أبو لينك مهم إنه بعد ما بيطمن على إل جي بيتواصل مع جين بتعرفه إن في نائب كده اسمه كوبر كان شغال مع ألدو هيعرف أكيد يساعدهم وكمان بتدي لهم الرقم بتاعه فمش بيضيع وقت على طول بيتصل مايكل بكوبر ده وبيعرفه بنفسه وبيطلب منه يتقابله عند مكان معين بعدها بيودع مايكل لينك وسيرا وبيسيبهم وبينزل عشان يقابل كوبر ده مع أخو اما سيرا بتروح عند قبر ابوها تزوره وبالصدفه هناك بتقابل بروس مساعد ابوها ومنها لما بتقابله مش بتكون واثقه فيه لكن بروس بيعرفها انه راجل شريف ومش هو اللي بعت ناس تقتلها زي ما شفنا فبتصدقه سيرا فعلا وبتحكي له عن الموضوع بتاع كوبر كله بيعرفها ان كوبر ده صاحبه جدا وبياخدها كمان تقابله والناحيه التانيه عند مايكل ولينك فبيوصل كوبر للمكان اللي قالوا له عليه وقتها بيكلمه لينك واللي بيكون لسه في الفندق وبيراقب كل حاجه من بعيد وبيطلب لينك من كوبر ان هو يمشي على خط سير معين عشان يقابل مايكل فبيسمع كلامه كوبر وبيقدر لينك ان هو يشوف ان في اتنين من بعيد بيراقبوا كوبر بشكل مش طبيعي لكنه في المجمل بيبعدهم عنه وبيدخل كوبر لمبنى وبنسبة الاتنين دول على فكرة فهما تبع الشركة ودلوقتي حاليا بيتصلوا بكيم وبيعرفوا اللي حصل بيقفل معاهم وبيتصل بأليكس وبيعرفوا انه قدر يحدد مكان مايكل وكده سينوت ملوش لازمة اقتله فبيدخل أليكس لسينوت وبيعرفه انه مش محتاج مساعدته خلاص وراح يقبض على مايكل
بيكمل كلامه وبيعرفه ان النهاردة هيجيله طرد مهم جدا لازم يستخدم اللي فيه، وإلا مراته وبنته هيتقتل، وبيسيبه وبيمشي. اما تبقى نرجع لمايكل تاني، واللي بيجيله كوبر وبيقابله وبيكون مايكل شاكك جدا فيه، فبيفضل يختبر فيه من وقت للتاني. لكن صديقي ده فعلا مش كوبر الحقيقي، وده بنعرفه لان سيرا بتروح مع بروس وبتقابل كوبر الحقيقي. وقتها كمان سيرا بتسأله هل تواصل مع مايكل ولينك، فبيقول لها لا. وقتها بتفهم سيرا اللي بيحصل وبتتصل بلينك وبتعرفه ان اللي مع مايكل حاليا ده مش كوبر. فبسرعة بينزل لينك من الفندق وبيجري زي المجنون عشان يلحق مايكل قبل ما يديله الفلاشة. فعلا بيوصل عند مايكل فبيلاقي ان مايكل اصلا كشفه وضربه وحاليا الراجل ده مغمى عليه. فبيحمد لينك ربنا وبياخد مايكل وبيرجعوا الفندق. وهناك بتجيهم سيرا مع كوبر الحقيقي، واخيرا بيسمع كوبر التسجيل. في اللحظة دي فضل كوبر يدرس فيه كتير جدا لحد ما بيكتشف ان التاريخ اللي على التسجيل ده متعدل، وبالتالي التسجيل عليه مكالمة لكارولين واخوها، ولكن مش معروف التاريخ امتى، وممكن تكون المكالمة دي حصلت في اي وقت. وبالتالي مفيش اثبات ان ستيدمان اتكلم مع اخته بعد ما تم الاعلان ان لينك قتله، وبالتالي التسجيل ملوش اي لازمة. لكن كوبر بيعرفهم برضو انهم عادي جدا يقدروا يستخدموا التسجيل ده ويبتزوا الرئيسة وفي المقابل ياخدوا عفو رئاسي، فبيفضلوا يفكروا في الموضوع. عامة بنروح لسينوت وبيكون حاليا في زنزانتو، وبيجيله الطرد اللي قال عليه أليكس، وبيطلع الطرد ده عبارة عن مشنة. بيفهم سينوت الرسالة بانه يقتل نفسه، ورغم انه مش عايز يعمل كده لكنه مجبر عشان عيلته، وبكل يأس بيعلق المشنة وبيشنق نفسه. لكنه مش بيموت، واحد من الضباط بيشوفه وبيلحقه وبينقله كمان للمستشفى. بعد شوية بيفوق سينوت وبيكون الحمد لله كويس وزي الفل. وبيفضل كمان سينوت يطلب من الضابط هناك يعمل مكالمة لان في حد هيقتل عيلته دلوقتي، فبيسمح له الضابط. وبيحاول سينوت يتواصل مع أليكس في مكتبه، لكن أليكس مش في المكتب، فبيرد مكان ويلر المساعد. فبيقول سينوت دلوقتي الويلر يقول لأليكس بسرعة انه هيعمل كل اللي هو عايزه منه، ولكن بيترجاه يسيب عيلته. الكلام ده يا صديق طبعا بيخلي ويلر يشك جدا، فبيروح لسينوت وبيطلب منه يقول له كل حاجة عملها أليكس وهو هيحميه كويس جدا. بيصدقه سينوت وفعلا بيبدا يحكي له كل حاجة. لغاية ما يخلص بقى كلامه بنرجع تاني لمايكل وسيرا ولينك، بيكونوا قاعدين مع كوبر برضو، وبيقنعهم كوبر خلاص بفكرة ابتزاز كارولين وبيسيبهم وبيمشي. اما هما فبيحطوا خطة وبيتحركوا مايكل ولينك لتنفيذ الخطة دي، وبيتفقوا مع سيرا يقابلوها في مكان معين وبيسيبوها وبيمشوا. بمجرد ما بيمشوا بيوصل أليكس وبيقدر يسيطر على سيرا وبيتحفظ عليها كمان لحد ما تعرفوا مكان مايكل ولينك. وفي مكان ما في شيكاغو بتوصل كارولين مؤتمر كده، وبتنزل من عربيتها وبتسلم على الجماهير. وسط الجماهير دول بقى مايكل واللي بيمسك ايد كارولين بقوة وبيسيب لها ورقة، لكن مش بيلحق يعمل حاجة لان حرس الرئيسة بيعتقله. اما كارولين فبتروح لمكان كده وبتشوف الورقة دي اللي سابها لها مايكل، فبتلاقيه كاتب فيها الشريط معايا، فبتقلق. اما مايكل فبياخدوه الحرس لكيم وبيفضلوا ان هم يعذبوا فيه كتير جدا عشان يعترف بمكان لينك، لكن مايكل بيرفض. فبيطلع كيم مسدسه وبيكون هيقتله، بس هوب بتوصل كارولين وبتوقفه وبتطلب منه يمشي ويسيبها تتكلم مع مايكل، فبيضطر ان هو ينفذ الامر. وبتقعد كارولين مع مايكل وبتساله على الشريط ده، فبيقول لها الشريط مع اخويا لينك، وبيخليها تكلم لينك وبيسمعها الشريط واللي مش لازم نعرف محتواه ايه يعني. ولكن في المجمل المكالمه متسجله على شريط بين كارولين واخوها، وبتكون مبينه بشكل كبير ان كارولين عامله مصيبه كبيره تمس سمعتها، فبتخاف وبتعرف مايكل انها دلوقتي هتنفذ اي طلبات ليه. فبيعرفها مايكل انها تطلع في مؤتمر وتعلن عن عفو رئاسي يشمله هو واخوه، بتوافق وبتسمح له يمشي. كيم طبعا هيتجنن جدا جدا، بس كارولين بتصر، وبيخرج مايكل من مكان بأمان. وعند سيرا فأليكس بيحاول يوصل منها لمكان مايكل لكنه بيفشل، وبتقدر كمان تاخد السلاح بتاعه وبتسيبه بتمشي. لكن هي بنكتشف ان خزنة الطلق كلها اصلا مع أليكس، وهو اللي سمح لها تاخد السلاح وتمشي، لانه بيتصل حاليا بلانك المساعده بتاعته واللي كانت مستنيه بالمناسبه في فندق. المهم انه يعني بيعرفها ان سيرا رايحه تقابل مايكل، فبتاخد بعضها وبتمشي وراها. اول ما بتخرج سيرا بيكلمها مايكل وبيعرفها المكان اللي هو فيه، فبتتحرك على طول عشان تروح له، ولانج برضه وراها. اما مايكل فبيروح فندق كده وبيكون لينك هناك مستنيه، وبيقعدوا الاثنين يتفرجوا على مؤتمر كارولين لانها المفروض هتعلن فيه عن العفو. في الاثناء دي بتكون كارولين فعلا داخل المؤتمر، لكن بيجي لها كيم وبيحذرها تدي العفو لمايكل ولينك، وبيفكرها ان شركه ماسكه عليها فضايح اكتر من اللي هم ماسكينها بكتير وممكن تتفضح. بتخاف كارولين ومش بتكون عارفه تعمل ايه، فبتسيب كيم وبتطلع على المسرح وبتقول انها مريضه بالسرطان وقررت تتنحى عن رئاسه امريكا. في اللحظه دي بيتصدموا مايكل ولينك انهم بيعرفوا انها تنحت عشان التسجيل ما يكونش ليه اي لازمه، وفي نفس الوقت ما بقتش رئيسه فضاع حلم العفو، وبناء عليه بيقرروا يرجعوا تاني للهروب. حاليا بقى بننتقل لمطار المكسيك، بنشوف هناك تي باج وصل واقف على سير الشنط مستني ان الشنطه بتاعت الفلوس بتاعته تطلع.
لكن قبل ما الشنطة توصل بيبص قدامه بيلاقي بيلك. طبعا بيترعب جدا فبياخد بعضه وبيروح للسير من الباب الخلفي عشان يعني ياخد الشنطة ويهرب، لكن عامل السير بيمنعه فبيتخانق التيباج معاه وبيفضل يضرب فيه لحد ما بيغمى عليه. بس الشنطة بتكون عادت عادي جدا وما ينفعش ان هو ياخدها لان بيلك هيفشه اكيد، فبسرعة بيهرب. المشكلة هنا ان كل اللي حصل ده جابته الكاميرات وبيتزع على التلفزيون، فيشوف سكري وبيعرف ان تي باج هنا وان الفلوس كانت معاه لكنه خسرها اكيد على السير، فبيفهم ان الفلوس اكيد في المطار وبيفكر يروح يجيبها، لكن ميري مراته بتوقف فبيقول لها خلاص وبيخرج عادي جدا يشتري حاجات للبيت. لكن لما بيرجع مش بيلاقي ماري وبيلاقي بيلك مستنيه. وقتها عرفوا بيلك انه خطف مراته وخباها وممكن عادي جدا يقتلها، وبيطلع سلاحه وبيثبت سكري نفسه وبيسيطر عليه وبياخده وبيمشوا عشان يسافروا لامريكا حالا. لكن سكري عارف ان بيلك كلب فلوس فبيعرفوا ان تيباك حاليا في المكسيك ومعاه الفلوس كلها، وبيعرفوا انه يقدر يوصلوا للفلوس وياخدها وقتها يقسموها ما بينهم يا عم. بيوافق بيلك وبيتحركوا عشان يجيبوا الفلوس من المطار، لكن المشكله ان تيباك بيسبقهم وبيدي واحد فلوس وبيخليه يروح يجيب الشنطه بنفسه. بس لما بيستلم الشنطة بيلاقي بيلك وسكري قدامه فبيهرب منه، وبيفضل سكري يجري وراه لكنه بيركب عربية وبيطير. اما سكري فبيرجع لبيلك وبيروحوا لشركة النقل وبيسأله عامل هناك على تي باج لو حجز مثلا عربية او سافر على طيارة، بس العامل بيعرفهم ان مفيش اي معلومات عنه نهائيا فبيسيبوا سكري وبيمشي. اما مايكل ولينك فبيقرروا يهربوا ويستخدموا خطوطهم البديلة الا وهي انهم يروحوا بنما، فعلا بيركبوا سفينة رايحة هناك. وفي اللحظة دي بيتصل مايكل بسارة وبيطلب منها تيجي لان السفينة تتحرك، بتعرفوا انها في طريقها. لكن في الوقت ده بتشوف سارة عربيات الشرطة وبتعرف انها لو راحت للسفينة اكيد هيتقبض عليها، فبتقرر تضحي بنفسها وبتقف وبتسلم نفسها. وللأسف السفينة بتتحرك بمايكل ولينك، لكنهم بيشوفوا عربيات الشرطة وهي محاوطة سارة وبيعرفوا ان اتقبض عليها. بيكون مايكل زعلان جدا لكن ما باليد حيل. وبس يا سيدي بيعدي على كل ده اسبوع كامل، وبنشوف أليكس حاليا طول الأسبوع ده كله حابس نفسه في أوضة عشان يحاول يعرف مكان مايكل، لكن لسه موصلش لحاجة. في الوقت ده بتجيله لانج المساعدة وبتاخده للمكتب يكملوا بحثهم، لكن لما بيوصل أليكس مش بيلاقي الضابط ويلر فبيستغرب، لكنه مش بيهتم وبيكمل عادي جدا شغله. وبيقدر كمان يعرف من الوشم بتاع مايكل إن مايكل هيسافر بنما، لكن فين في بنما مش بيقدر يحدد. أما ويلر فبيروح هو وضابط كده اسمه ريتشارد لسينوت، وبنعرف إن ريتشارد كان في منصب قبل كده مهم جدا وبيكره برضه أليكس. عمتاً بيقعدوا مع سينوت حاليا وبيعرضوا عليه صفقة انه يشهد في المحكمة ضد أليكس، وفي المقابل هيخرج وهيعيش مع مراته وبنته. بيوافق سينوت وبيوفي ريتشارد بوعده وبيخرج سينوت. وعلى الناحية التانية بيتصل كيم بأليكس وبيعرفه باللي ريتشارد عمله، فبيتعصب أليكس وبيفتكر ان ويلر مش موجود. بيعرف على طول ان ويلر هو اللي ساعد ريتشارد، فبدون تفكير كتير بيروح لويلر وبيسأله انت سلمتني، فبيأكد ويلر على كلامه وبيعرفه انه قاتل ولازم يتحاسب. فبيقول له أليكس خليك كده وما تخليش حد يكسر عينك بحاجة، وبيسيبه وبيروح مكتبه وبيلم كل حاجته وهو زعلان. في نفس الوقت ده بنشوف كيم بيتقابل مع رئيس الشركة تاني وبيقوله رئيس استخدم تي باج عشان توصل لمايكل، وبيطلب منه انه يودي مايكل لسونا. خليك فاكر سونا دي كويس جدا لقدام. في المجمل بعدها بيروح كيم لأليكس وبيقوله انا عارف ان كل حاجة ضاعت، لكن اقدر اضمن لك حياة سعيدة بشرط انك تروح لبنما وتقتل مايكل ولينك وتجيب لي تي باج حي. بيوافق أليكس وبيروح للمطار. في الوقت ده أليكس بيبعت رسالة لمايكل على موقع اللي عرفه من سينوت، وبيعمل نفسه سكري وبيعرفه ان تي باك في بنما ومعاه الفلوس، وبيعرفه مكان فندق كده ممكن ينزل فيه تي باك. اما تي باك فبيوصل فعلا بنما وبيروح فندق وبيقابل هناك راجل مسلح، ونعرف ان الراجل ده تابع الشركة. معربط بالكلام اللي قاله كيم ده بنفهم ان تي باك بيساعدهم، وهنعرف ايه اللي حصل بالظبط ولكن قدام. اما سكري فبعد فترة بيعرف ان تي باك سافر بنما، فبيقرروا هو وبيلك يروحوا على هناك. وفي بنما بنشوف مايكل ولينك بيروحوا لست كده وبيسألها مايكل عن مكان حاجة كده معينة، فبتعرفوا مكانها وبيسيبوها وبيروحوا المركب وسط البحر، وبنعرف ان دي الحاجة اللي كان مايكل بيسأل الست عليها. ومركب دي بتاعت مايكل اصلا وكان مجهز عشان لما يهربوا هو واخوه ييجوا يعيشوا فيها. لينك طبعا في الوقت ده بيكون فرحان انهم خلاص كل الهموم اللي عليهم دي مشيت وعايشين حاليا بأمان. بس المشكلة ان مايكل بيفتح موبايله وبيفتح الموقع فبيلاقي رسالة أليكس، لكنه بيفكرها جاية من سكري. بيعرف لينك على طول ان تيباك في منما ومعاه الفلوس الكتير. بيقول له لينك انساه وخلينا نرتاح. فبيقول له مايكل ماشي وبيطلب منه يجيب مشروبات. بينزل لينك يجيب المشروبات، ولما بيرجع مش بيلاقي مايكل، فبيعرف ان مايكل راح لتيباك. وقتها لينك جاب موبايله وفتح الموقع وقرا الرساله وعرف المكان فين بالظبط، فاخد بعضه وراح على هناك. اما مايكل فيوصل للفندق اللي فيه تيباك
وبوصوله بيكون عارف ان اكيد في ظباط او يعني على الاقل الناس تبع الشركه في المكان هنا، فبيعمل صوت في المكان، فهو بكل اللي معاهم مسدسات بيأمنوا عليها، وبيقدر مايكل كمان يحدد الاتنين العملاء اللي تبع الشركه، بس مش بيلحق يعمل حاجه لانه بيلاقي سكري وبيلك قدامه. وقتها عرفوا سكري انه مش هو اللي بعت الرساله دي، لكنه بيفرح في المجمل انه قابله، وبيطلب يساعده حاليا ويجيبوا الفلوس عشان بيلك ياخدها ويقول له على مكان ماري مراته. فبيوافق مايكل وبيعملوا خطه، وعلى طول بيبدا بيلك ينفذ الخطه وبيدخل الفندق وبيشغل انذار الحريق. فالكل بيخرجوا بما فيهم تي باج وبيكون معاه عنوان، بيمشي عليه وبيمشوا وراه عملاء الشركه ووراهم مايكل وسكري وبيلك. وقتها بيوصل اليكس وبيكون هينضم للحفله، لكن بيوصل لينك وبينزل في اليكس دار، واليكس بدوره بيرد له الضرب لحد ما بيقدر يسيطر عليه وبيكلبشه. اما تي باك فبيوصل للعنوان اللي كان رايحه وبيدخل لمبنى، والعملاء بيفضلوا واقفين قدام المبنى. فبيجوا مايكل وبيلك وسكري وبيثبتوهم كلهم وبياخدوا اسلحتهم وبيربطوهم. بعدها بيدخلوا للمبنى وبيقدروا يوصلوا لتي باج وبيثبتوه هو كمان وبيسألوا عن الفلوس، فبيفضل تي باج يماطل. بس فجأة بيسمعوا الكل صوت عربيات الشرطة وصلت للمكان، فوقتها بيقول لهم تي باج على مكان الفلوس. بيروح بيلك يشوفها، مش بيلاقيها وبيلاقي واحدة مقتولة هناك. اما تي باج فضحك عليهم كلهم وقدر يهرب من الباب الخلفي وقفلوا عليهم، بس في المجمل عادي قدروا يفتحوه تاني. فبيشوفهم تي باج وبيضرب على بيلك طلقة بتسيبه في رجله، وبيكون خلاص تي باج هيهرب، لكن لحسن الحظ في عربية بتخبطه، بيروحوا له سكري ومايكل. اما بيلك فبتوصل له الشرطه وبيعتقلوه بتهمه قتل الست اللي لقيوه عندها. فبيفضل بيلك يحلف لهم انه والله مش هو اللي عمل كده، لكن محدش بيصدقوا نهائيا. اما مايكل وسكري فبيروحوا مع تي باج لمكان بعيد، وبيطلب مايكل من سكري ان هو يسرق لهم عربيه. بيعمل كده فعلا وبيسوق مايكل، وبيقعد سكري يراقب تي باج. وبنعرف هنا ان مايكل رايح للسفاره الامريكيه عشان يسلم تي باج حل، بس هو بتي باك بيجيب مفك وبيرشاوه في كتف سكري وبيركز مايكل معاهم، فبتنحرف العربيه عن الطريق وبيقفوا. وقتها بينزل مايكل يطمن على سكري، اما تي باك فبياخد شنطه الفلوس وبيهرب. في اللحظه دي مايكل طلب من الراجل في المكان يفضل مع سكري، اما هو فبيروح ورا تي باك وبيقدر الحمد لله يوصل له وبيتعاركوا مع بعض. لكن في المهم الحمد لله بيتغلب مايكل عليه وبياخد الفلوس وبيهرب. في اللحظه دي بتوصل الشرطه لتي باك وبيلاقوه مربوط فبيعتقلوه. اما مايكل فبيرجع للسفينه ومعاه شنطه الفلوس، لكنه مش بيلاقي لينك، وبتجيله مكالمه من لينك بيعرفوا ان اليكس ربطه حاليا. بعدها بيكلموا اليكس وبيقول له انا حياتي اتدمرت، وعشان كده هاخد منك المركب والفلوس عشان اعرف اعيش، وفي المقابل هديك اخوك، وبيقفل مع السكه. بعدها بيتصل اليكس على كيم وبيعرفوا انه حاليا في بنما ومحتجز لينك وهيحتجز مايكل قريب جدا. بيقول له مايكل سيبهم عندك عايشين لحد ما اجي لك. وبيروح كيم لرئيس الشركه وبيعرفوا ان مايكل ولينك مع اليكس، فبيفكروا الرئيس بموضوع سوانا وانه لازم يودي مايكل هناك. بيوافق كيم وبيسيبه وبيمشي. اما مايكل فمش بيستسلم لاليكس نهائيا، وبيروح لشاب كده من البلد وبيطلب منه يوديه لتاجر مخدرات. بياخده لتاجر المخدرات وبيعمل معاه مايكل صفقه حلوه جدا هنعرفها قدام. بعدها بياخد مايكل مركب وبيتحرك لاليكس، لكنه بيكون خايف شويه ومش عارف هل ممكن الخطه بتاعته تنجح ولا لا. بيطلع موبايله وبيبعت رساله لسيرا بيودعها فيها. بمناسبه سيرا على فكره، فسيرا بتتحكم حاليا في امريكا لانه اتقبض عليها زي ما شفنا. وفي وسط المحاكمه دي بيوصل العميل بول وبيكون فاق اخيرا، وبيوقف في المحكمه وبيشهد وبيفضح الشركه وكارولين ونفسه، وبيكون مش فارق معاه اي حاجه وبيفضح الكل. بناء عليه بتسقط كل التهم عن سيرا، وبيتقبض على بول وبياخدوه الجنود ينقلوه للسجن. وبالتالي بعد شويه بيركبوا عربيه الشرطه عشان يتحركوا على السجن، لكن في سكه بيطلعوا عليهم ناس تبع الشركه وبيصفوا بول. اما سيرا فبمجرد ما بتخرج من المحكمه بتسمع مذيع بيقول ان لينك بقى بريء تماما بعد شهاده بول. بتقرر سيرا بسرعه تروح لمايكل ولينك بنما عشان تعرفهم. بمناسبه بنما صح، فبنرجع لمايكل. مايكل بيوصل بالمركب عند اليكس، لكنه بيخبي الفلوس وبيروح لاليكس ولينك وبيطلب من اليكس ان هو يفك لينك، لكن اليكس بيرفض وبيقول له فين الفلوس، بس مايكل مش بيقول. فاليكس مش بيهتم برضه وبيتصل بالشرطه وبيعرفهم ان في اتنين امريكان قتلوا شخص اسيوي اسمه كيم وبيعرفهم المكان. بيفهم مايكل على طول ان اليكس هيقتل كيم اكيد لما يجيله وهيلبسهم كلهم التهمه. وفعلا بيوصل كيم بعد شويه، فعلى طول بيطلع اليكس سلاحه عشان يقتله، لكن بيوصلوا رجاله كيم وبيبداوا الكل يضربوا نار على بعض. فبيستغلوا لينك ومايكل الفرصه وبيهربوا. اما اليكس بيضرب رجاله كيم، بعدها بيهرب من المكان وبياخد المركب اللي جابها مايكل وبيروح للمينا عشان يجهز نفسه يهرب من البلد كلها. لكن بيوصلوا عند الضباط وبيعرفوا ان في حد بلغ ان المركب دي فيها مخدرات. وعلى طول بيفتشوا المركب وبيلاقوا فيها هيروين، وبالتالي بيتقبض على اليكس. وهنا بنروح لمايكل ولينك واللي بيروحوا ياخدوا الفلوس وبيمشوا وبيفضلوا يتكلموا مع بعض. فبنفهم من كلامهم ان مايكل حط المخدرات دي كلها في المركب عشان يلبس اليكس، وهي دي الصفقه اللي عملها مع التاجر. مثلا بياخد مايكل لينك وبيروح للمركب الجديده اللي اشتراها بدل اللي خدها اليكس،
وفي المركب بيتفاجئوا بسيرة وبتعرفهم سيرة ان لينك بقى بريء فبيفرحوا جدا. لكن فجأة كان بيوصل عندهم وبيثبتهم وبيعرفهم انه مش هيقتلهم والشرطة هتوصل دلوقتي وهتقبض عليهم، لكنهم بيرفضوا فبيكون هيقتلهم، بتيجي سيرة وتضربه طلقة فبيموت. وقتها بتوصل الشرطة فبسرعة بيهربوا الكل وبيتفرقوا، وبيروح لينك في مكان ومايكل وسيرة في مكان. مايكل وسيرة بيستخبوا في بيت كده، وقتها بيفضل مايكل يفكر ومش عارف يعمل ايه، وهوب بيمسكها بالعافية وبيرفع راسها السلاح كأنه يعني بيهددها وكده، وبيخرج للشرطة وبيعمل نفسه كان خاطفها وبيسلم نفسه وبيعرفهم انه هو اللي قتل كيم مش سيرة عشان يشيل كل حاجة، وبالتالي بيقبضوا عليه وبياخدوه للسجن. واللي بنكتشف يا صديقي ان اسم السجن ده هو سوانا، وكان نفهم ان الشركة كانت عايزة مايكل يدخل للسجن ده لسبب اكيد هنعرفه في الموسم الجاي. لكن المهم ان مش مايكل بس اللي بيوصل للسجن، لا ده كمان أليكس هو التاني بيشرف جنبه. وبيخلص الموسم التاني، هشوفك الموسم الجاي. بس كده، سلام.